زائد واحد يساوي كام؟ طبعاً اتنين. فيش حاجة اسمها طبعاً اتنين، ايه طبعاً دي؟ في حاجة اسمها نظرية الاحتمالات، يعني حتى الواحد ده الصحيح ده ممكن يتفك على كذا حاجة، بمعنى يعني في الخير وفي الشر، زي ما ربنا خلق الراجل والست. يعني ممكن الواحد يبقى واحدة؟ وممكن كمان يبقى واحدة ونص يا حبيبتي. ما تبوظيش أخلاق البنت وأنا بعلمها. واحدة ونص ده على الدربوك كانت وبناتك لما ترقصوا. قال لك صحيح، فين بناتك يا مجيدة؟ راحوا فين لغاية دلوقتي ولا مش عارفة كالعادة؟ يا سلام، وانت مالك بقى يا ست سناء؟ على فكرة يا مجيدة أنا مش هقطف الملوخية لوحدي، تيجي تقطفي معايا وإلا أولادك مش هياكلوا النهاردة. هلو إيفريبادي، حذروا فذروا، كنت فين النهاردة؟ قولي يا حبيبتي وافرحيني، افرحي قلب أمك عشان قاعدة هنا في نكد. اتعينت في شركة أعالي البحار لسيد التونة. يا حبيبتي ألف ألف مبروك. يعني بينقوا أعلى حتة في البحر ويصطادوا منها التونة، ما تشتريها من البقال أقرب. انعم يا حبيبتي، بنتي هتبقى أكبر بيزنس وومن في العالم. يس، هشتغل المتحدثة الرسمية لشبكات مراكب الصيد في البحر المتوسط من أوله لآخره. انتي بقى يا بتاعت التونة، جوزك عارف انك هتشتغلي؟ ما حضرها له مفاجأة. بصي كده ليه؟ اوعي تفتكري ان انا متضايقة انك هتشتغلي، بالعكس دي جت مصلحة. اولا هنرتاح من وشك طول النهار، ثانيا هتيجي مهدودة فتتخمدي على وشك طول الليل، ثالثا وده الاهم ان اخيرا هتحسي على دمك يا جبلة وتشاركي معانا في مصاريف البيت، رابعا هناكل تونة ببلاش وبيضربي علبة وانت مروحة من الشغل وانت جاية من علي البحار بتاعتك دي. وهي علبة هتكفي مين ولا مين؟ واحد في سبعة في سبعة يا تيتا، يعني سبع علب في الأسبوع. برافو برافو يا ياسمين. هي خلص الواجب. لا لسه ما خلصتيش الواجب. لا خلصت. لما أقول لك ما خلصتيش الواجب ما خلصتيش الواجب. عادل أنا كنت عايزة أتكلم معاك في موضوع صغنطط. موضوع إيه يا هانم؟ ماما قالت لي على كل حاجة. إيه؟ عايزة تشتغلي في شادر سمك في وسط البياعين وفي وسط الصيادين وخمسة كيلو بوري وثلاثة كيلو بياض؟ بنتك تقول إيه؟ تقول إيه لأصحابها في المدرسة؟ تقول لهم أمي المعلمة بلطية؟ أمك ما تفهمش. قصدي مامتك ما فهمتش الموضوع، هي الحكايه كلها ان انا جالي شغلانه كويسه جدا في شركه اسمها اعالي البحار لصيد التون. انا اصلا ما بحبش التونه، انا بحب الجمبري طواجن وبحب البوري مشوي ورد. مش ده موضوعنا، ازاي تفكري اصلا انك انت تروحي الشغل من غير ما تقوليلي؟ ما انا كنت هوافق ما بين الشغل والبيت. توافقي ازاي بقى؟ هتاخدي كام في الشغلانه دي؟ هاخد 5000 جنيه في الشهر، غير الحوافز هيوصلوا ل 8000 جنيه. طب والشركة دي مش عايزة موظفين تاني يعني؟ على فكرة يعني أنا بجيب الآلة الكاتبة وعندي مؤهل فوق متوسط وبكتب شعر وبسطات تونة، ده أنا بموت في التونة بحب التونة جدا. كان آخر يوم للتقديم امبارح. طب وما قلتليش ليه بس يا رانيا؟ كنت أنا وأنت مع بعضينا مرتباتنا مع بعض ممكن تخلينا نكون ثروة سمكية كبيرة. يلا مش إشكال مش إشكال، المهم هتسلم الشغل ده إمتى إن شاء الله؟ بكرة إن شاء الله، على فكرة دول ادوني نص شهر مؤدب. يا يعني أربعة ده ناس محترمة قوي، يعني لازم تحافظي على شغلتك دي بقى يا رانيا، أصل الفرصة ما بتجيش الواحد غير مرة واحدة بس في حياته. يا أربعة ويعني ده حاجة هايلة قوي، لازم تحافظي على الشغلانة، إحنا خلاص الحمد لله ربنا كرمنا على آخر أيامنا الحمد لله. أنا مش عارفة كده، مخنوقة متضايقة. إيه بس إيه اللي مضايقك؟ إيه اللي مضايقك بس؟ ياسمين يا عادل، ياسمين لا لا ياسمين ما تقلقيش على ياسمين خالص، انا هتصرف مع ياسمين. بصي يا ستي، ياسمين بقى اكلها شربها مذاكرتها غيارها اي حاجه عند ياسمين انا المسؤول عنها. وبصي انا بفكر اتفرغ لياسمين واتفرغ للبيت، يعني بفكر اقفل البازار. ايه اللي بيجي لي من البازار غير وجع الدماغ والقرف ورمزي؟ يعني ما بستفدش منه اي حاجه خالص. انت بس اهم حاجه تقومي ترتاحي دلوقتي عشان تقومي الصبح وشك فايق. يلا قوم قوم. مش جاي المزاج انام دلوقتي يا عادل. خلاص تحبي اجيب لك عشاء؟ مش عارفه كده كاني كده يعني نفسي اكل سوشي، نعمل دليفري من بره. لا 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 لا، سوشي ايه ودليفري ايه؟ لا 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 لا، احنا عايزين نوفر كل ما اللي هيجي لنا بقى ان شاء الله. بصي انا هقوم احضر لك انا العشاء، تحب اعمل لك بوفتيك مثلا ولا اعمل لك 8000 مكرونه بال؟ بصي هتصرف هجيب لك الثلاجه كلها اجيبها لك هنا. يا 8000 يا
يا رمزي، انا عايزك بقى تعمل لي جرد لكل الحاجات اللي موجوده في البازار دي، وتشوف محمد تيتي بتاع البازار اللي جنبينا اذا كان عايز يشتريهم اوكي، مش عايز يشتريهم ارميهم اتصرف فيهم مش اشكال، المهم ان انا خلاص علاقتي انتهت بالسياحه. اه وانا علاقتي هتبتدي بالصياعه. ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا يا شهاده رمزي، انا مش هسيبك، هخلي رانيا تشوف لك شغلانه. ليه دول؟ هي رانيا هتفتح بازار ولا ايه؟ بازار ايه يا ابني؟ رانيا بقت المتحدثه الرسميه لشركه اعالي البحار في البحر المتوسط. شركه اعالي البحار البحر المتوسط؟ ايه ده؟ دي سياسه دوله دي؟ بس خلي بالك بقى انها يعني حاجه خطره وكده يعني، ودي اعدائها كتير، دي دول عظمى دوله والبحر غدار. البحر ايه اللي غدار يا ابني؟ دي شركه بتاعت تونه بقاله يعني. بقى زميلتك تقفل البازار ده علشان تفتح بقاله يا دوله. قالت ايه يا دي يا اهبل؟ لا 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 لا، انت متخيل يا دي يا رمزي يعني ايه 8000 جنيه في الشهر؟ يعني يجيبوا كام علبه تونه دول؟ لا لا لا، التونه دي هناكلها احنا ببلاش، لكن ال 8000 جنيه دول هيخلونا ناكل اللي عمرنا ما كلناه قبل كده. ياه، واقعد انا بقى متفرغ بقى يا معلم لحياتي والبنتي والاشعاري. وبالمره بقى كان نفسي من زمان قصيده اكتبها اللي هي بتاعت يا مصر انا فضيت لك خلاص واتفرغت. طب يا دوله يعني ما فكرتش في رمزي ابن عمك حبيبك؟ انا هتفرغ ليه دوله؟ ما تقلقش يا رمزي، قلت لك عموما ممكن تيجي تشتغل مثلا تساعدني في البيت. خدام؟ انا يا دوله اشتغل خدام في البيوت؟ بقى دي اخرتها؟ ده انا كان عندي طموحات يا دوله في البازار ده، كان نفسي اقلبه متحف واقعد بره كده اقطع تذاكر. شوف بقى دوله، بقى البضاعه جوه هي هي وبتجيب فلوس. بس يلا بقى مفيش نصيب. انا معاك يا دوله في موضوع جنينه الاسماك اللي انت بتقول عليها. جنينه الاسماك؟ يعني انت اللي فهمته من كلامي كله ان انا هعمل جنينه اسماك؟ برضو دماغك في انك انت تقطع التذاكر وخلاص. بص يا رمزي، انت ما تفكرش خالص، سيبنا انا اتصرف لك، اتفقنا؟ يلا 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 يلا، القطر العبيد داخل على فين؟ على المحطة الهبلة، المحطة الهبلة، المحطة الهبلة. عديت صباعي. اخبار بقية الاكل ايه يا حماتي؟ ناقص كباب الحلة يا حبيبي. كباب الحلة؟ يا سلام، انا ممكن اساعدكم اقطع لكم بصل مثلا. لا مش عايزين. خلفتي بقى الستات، واحدة اتطلقت والتانية اتستتت. انا اللي هفتح لها. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله على السلامة. كل حاجة بقت تمام، الأكل كله خلص، ولعلمك بقى عملتلك بطاطس مية مية، وأنا عملتلك صينية مسقعة تستاهل بقك. وأنا بقى بقولك يا عادل، روح حضر لها مية بملح تنقع فيهم رجليها، تلاقيهم مفقفقين من الوقفة يا راجل البيت. يا ماما مش دلوقتي يا ماما، دي جاية جعانة تاكل بس الأول. احكي لنا بقى عملتي إيه في الشغل؟ أنا اترفضت. إيه؟ اترفضتي؟ ربنا استجاب لدعايا. مش هي دي المشكلة يا طنط؟ أمال إيه المشكلة؟ مشكلة إيه؟ مشكلة إن أنا مضيت على نفسي 100,000 جنيه شيك لصاحب الشركة. أنا ما دعيتش للدرجة دي. المهم خدتيه تاني من صاحب الشركة ولا لأ؟ مرضيش يديهولي. يا سلام، يعني عارف اسود، ليه بقى مرضيش يديهولك ليه ان شاء الله؟ هو بيقول يعني بسبب الخسائر اللي انا سببتها للشركه، ولازم ادفع بكره الصبح والا هخش السجن. طيب حضري شنطتك بقى يا حبيبتي. ليه يا حبيبي؟ هو احنا رايحين في حته؟ لا مش احنا، انت بس هتروحي على سجن تورا ان شاء الله، تمضي على نفسك شيك ب 100,000 جنيه، انت اتجننتي؟ ما هو لان انا موقفي وموقعي في الشركه كمتحدثه رسميه حساس جدا، مفيش ورقه صغيره ولا كبيره الا لازم تعدي عليا انا الاول، وانا تحملت المسؤوليه دي بكل شجاعه ورعونه عشان اثبت كفاءتي. كفاءتي يا ام كفاءه؟ كفاءتي ايه؟ انت متاكده ان انت مضيتي؟ طبعا، لان انا كمتحدثه رسميه للشركه مسؤوله عن كل الورق ولازم امضي عليه قبل ما يخرج. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، 100,000 جنيه، ودي دول عظمى، دول عظمى والبحر غدار. فعلا رمزي كان عنده حق. عادل، مستر مصطفى بيقول لو ما تدفعوش بكره الصبح هخش السجن. رانيا، انا تعاطفا مع موقفك كنت محوش 3000 جنيه عشان لما اتجوز اعرف اتخانق مع جوزي براحتي. يا سلام عليكي، اصيله يا سناء.
وانا يا حبيبتي عندي صيغه تكلف حوالي 4000 جنيه كنت شايلاهم عشان لما يتجوز ان شاء الله ما احتاجش للليس ولا ما يسواش. خديهم يا حبيبتي. يا سلام اصيله يا حماتي. وانا بقى معايا 300 دولار، كنت يعني كل ما بحوش فلوس كده بروح احولهم دولارات عشان انت عارف يعني الدولار عمال بيعلى. يا سلام اصيله يا نجلاء. وانا يا بابا معايا 2 جنيه سرقتهم من جيبك الصبح. يا سلام حراميه حراميه، يعني انا بنتي هتخش النار ومراتي تخش السجن واقعد لوحدي. عموما ماشي، دول على بعضيهم يساوي حوالي مثلا 15000 جنيه، والعفش بتاعنا ده يجيب له مثلا بتاع 5000 جنيه، يبقى ادي 20000 جنيه، والاتنين جنيه بتاع البنت الحراميه دول مش هينفع مش هينفع. بقول لك ايه، معاكي تليفون الراجل النصاب ده؟ طبعا معايا. اهلا يا استاذ عادل، الاستاذ فتحي الخبير كان هنا وسال على حضرتك من شويه. متشكر قوي يا سامي، متشكر قوي. استاذ عادل، الخبير سال على حضرتك من شويه. سال عليا لسه سامع ايه اللي دلوقتي احسن، متشكر قوي. هاي مستر مصطفى. مستر مصطفى عادل جوزي. اهلا عادل بيه. اهلا وسهلا. اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا. طبعا اجيب لحضرتك عصير البرتقال المخصوص يا استاذ عادل، والمدام تشرب ايه؟ قهوه ساده. ماشي. شيك قوي اللوكيشن ده يا عادل بيه، وواضح انك معروف قوي فيه. والله يعني صراحه يعني المكان ده بيعتبر بيتي على طول، ببقى هنا. ثانيه واحده انا اسف بس ارد على التليفون. الو. ايوه. لا ما هو الخبير جه من شويه وما لقانيش وهيجي لي تاني، وهو خد القطعه وان شاء الله هيجيبها على طول. ماشي ماشي، أول ما يمشي هكلمك على طول. مع السلامة. مع السلامة. برضه هتعمل اللي في دماغك يا عادل؟ جرايا يا رانيا، ما احنا ما قدامناش غير كده. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. حضرتك بقى أنا عايز أفهم يعني في إيه بقى يا أستاذ مصطفى؟ متهيألي المدام قالت لحضرتك إن ليا عليها شيك ب 100000 جنيه مقبول الدفع. أيوة مع حضرتك، أنا عايز أعرف يعني ال 100000 جنيه دول الخسائر اللي هي سببتها كانت عبارة عن إيه؟ عادل بيه، أنا صياد والصيد علمني إن كل سمكة وليها طعمها. طبعًا، وكل هبلة وليها عذرها. أيوة، وكل سمكة وليها شوكتها يا عادل بيه. أيوة بس حضرتك يعني إحنا السمكة بتاعتنا دي في ليه ما فيهاش شوك خالص، دي تتاكل حياة في حضرتك. بالظبط يا عادل باشا، وأنا الصيد علمني إني أحط الطعم وارمي سمكة القطو تطلع لي بطلعلط في الهواء أوزنها وأقبط. أيوه يعني حضرتك شغلك كله من الهواء يعني. أيوه، والست بتاعتك ليه عليها شيك ب 100000 جنيه مقبول الدفع، يعني الحبس يا الدفع، والقانون لا يحمي المغفلون. لا لو سمحت لو سمحت، نصبت عليا قلت أوكي وبمزاجي، لكن تشتم ما اسمحلكش. برافو عليك يا رن، هو ده. استاذ عادل، الخبير جه. الخبير جه. اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. ايه اللي انت عامله ده؟ ايه اللي انت لابسه؟ قلت لك تلبس لبس خبير، جايب لي لبس مخبر. ايه دوله، ما انا اللي اجرت منه لبس ما لقيتش لبس خبير، فقلت اجتهد بقى. تجتهد ايه؟ انا قلت ايه اللي انت عامله؟ مسترخص شنب يخرب بيتك. ما هو غني الثانيه يا دوله بقى. المهم خش على الشغل، خش على الشغل. دي حته اثار فرعونيه اصليه 100%. والحتة الآثار الفرعونية دي بترجع أصولها لأسرة من الأسر المنتجة. أسرة منتجة إيه؟ وأنت جاي تبيع سرير ودلاب. ودي يا أستاذ دولة ما يقلش تمنها أبداً عن 2,000,000 جنيه استرليني فقط لا غير. تعمل شيك. يلا متشكرين قوي يا استاذ فتحي. عجبتك متشكرين قوي. طيب انا هسبقك بقى على البازار يا دوله. عادل افتح حد مراقبك دلوقتي يقول ايه بتهرب اثار يا عادل. ما تقلقيش، مين يقدر ياخد باله من حاجه زي كده؟ اوعى
واضح ان شغلتكم فيها مخاطر كتير قوي يا عادل بيه. خليك في حالك، المهم انا في شغلانه في ايدي ان شاء الله يعني هيجي لي منها مبلغ محترم، هسدد لك ال 100,000 جنيه اللي على المدام. انا ممكن اخلصها لك يا عادل بيه واللي انت عايزه، مش انت برضو بتشتغل في تهريب الاثار؟ ايه ده؟ انت عرفت ازاي؟ مش قلت لك حد يعرف؟ دي شغلانه خطر قوي يا عادل. ولا خطر ولا حاجه يا هانم، انا ممكن اخلصها له والله، واللي انت عايزه هتاخده عادل بيه. عموما ما دام انت بقيت مننا وعلينا وبقينا نصابين زي بعض، فحضرتك دي انا كنت عارضها للبيع بمليون جنيه، هي تتباع ب 2 مليون، يعني هتاخدها تكسب فيها مليون كمان في ظرف ثانيه. وانا ادي الشيك ابو 100,000 جنيه اهو بتاع الهانم يا فندم، انا بس اسبوع في باريس صد رد وراجع تاني، واول ما هرجع بعون الله هكيش لك بقيه المبلغ عادل بيه. مش عارف يعني انا حاسس ان انت بتنصب علينا. طب انت معكش اي سيوله فوق ال 100,000 جنيه بتاعتنا يعني؟ معايا يا عادل بيه، معايا اهو اهو معايا كل خير. ايه اتفضل ادي 50 جنيه. طب انت معاك فلوس ثانيه؟ والله يا عادل بيه دول 5 جنيه، هجيب علبه سجاير وبالباقي هركب ميكروباص وانا مروح. ماشي، انا كده معايا 100,000 و50 جنيه، اما ترجع من فرنسا تجيب الفلوس بلاش حركات. لا 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 يا عادل، مستر مصطفى ده مش نصاب خالص. ربنا يستر طريقك يا هانم، ربنا يستر طريقك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. استنى يا مهرب اثار، لازم تغطي الاثار وانت بتهربها عشان ما تبانش. ربنا يستر طريقك يعني. ماشي، السلام عليكم. مع الف سلامه. حلو، ادي الشيك بتاعك اهو يا ستي، وادي 50 جنيه، دول اللي يهموني، دول ثمن التمثال.